مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من بوبوب شو. كنتلاقاو بكم كل سبت باش كنزيدو نتقربو من جوج ديال المبدعين المغاربة اللي كيتألقوا في المجال ديالهم. وهذه الحلقة معنا جوج مبدعين خاصين نقدروا نقولوا. هادشي اللي كاين ابتسام كي دايره كلشي لاباس مزيان بخرج مبدعين خاصين. وغنبدا بالاول اللي انا بالنسبه لي تجاوز الابداع لان وصل لواحد المرحله ديال لو جيني. زكريا الحلو. زكريا الحلو اللي تلفضل ديالو عليا كبير. من بعد غنعرفوا هادشي كامل. كي داير كلشي بخير؟ الله يبارك فيك والله يكبر بك سامي. شكرا ابتسام. وانا سعيد جدا انني نكون ضيف معكم في هذا البرنامج الجميل والممتع. الله يحفظك. فرحت بزاف باش شفت المسرحيه ديال كليكا في سويسرا. وفرحت اكثر ملي شفت معك مراد القرداني. مراد اللي هو فنان مبدع وجميل ومؤثر. كي داير كلشي بخير؟ الحمد لله. الله يعطيك الصحه خويا سامي. حتى انا بحال هذه الهامه الفنيه بغيت نشكركم. شكر الله ابتسام وسلام. وشرف لي كبير نكون ضيف شرف مع هذه القامه الفنيه. الله يبارك. انا راه زهير علوان قال لي كنضمن لك الامبيونس مع مراد قرداني. راه باقي حشمان بشويه بشويه. هذه تيضي ماري. بغيت من مراد قرداني تنتقد مراد قرباني هذا واش تجيني نحيحو. الله يحفظك. غادي نشوفوا دي زيكس بعض اللقطات من المسرحيه ديال كليكا في سويسرا ومن بعد نرجعوا باش نبداو البرنامج. المساجين كانت عندهم زياره اليوم الزواج. شنو هي؟ زياره النبي مره في العام صلى الله عليه وسلم. وزياره هاد الاوغاد هاد الاوباد هاد الاوقاد هاد الكيلات هاد العشرات هاد الكراطيط هاد الابغال مره في الشهر. يا سيدي هادو غنديروا لهم الزياره مره في الربع سنين بحال كاس العالم. ولكن ما كنزوجش انت على هاد الشهر اسيدي. يمشي يدير على شي تشد. دير على شي تشد. يدير موتيف على شي تشد. ديرها لينا. دارها لكم. ديرها لهم. دارها لهم. دابا انت دايرها جد راسك ومازال باغي الخلوه الشرعيه. ما فيها شي خلوه. ربما تولد لينا شي فكره نستنفعوا بها. ها؟ ويبغي. خاطي لي خاطي. يا بالي بيه. علاش لا؟ الكليكا في سويسرا كنا استقبلنا قبل اسابيع زهير علوان وسيموس دراتي اللي تاهما من الكليكا وقالوا لنا على المسرحيه انها تجربه انسانيه قبل ما تكون فنيه. الا بغينا اليوم نقولوا للناس خاصهم يمشيوا يشوفوا الكليكا علاش؟ شنو الحاجه اللي كتميز الكليكا على باقي العروض الحاليه المسرحيه؟ مراد ولا سي زكريا؟ مراد بالنسبه لي انا علاش غادي تجي تشوف الكليكا في سويسرا؟ اولا لانها كتستاهل. عمل فني مجموعين فيه دي جون مع ناس تبارك الله دي بروفيسيونيل قدم منا لا في التجربه لا في السن لا في اللي كيوجهونا. خاصك تجي تشوفها لانها كتعالج واحد الموضوع اللي في حقيقه معاش ماشي غير في المغرب في العالم كامل. انا زعما بلا ما نهضر على شنو واقع وكذا ولكن خاصك تجي تشوفها حيت خاصك تجي تشوفها حيت خاصك تجي تشوفها. زكريا باع لنا مزيان. بغيتي ولا ما بغيتيش؟ زكريا معكم ولا قلت لك كنت تفاجات لانه كانت وصلتني الدعوه مشيت نتفرج عرفت شكون اللي كاين ما بين قوسين اللي كيبان لي زكريا داخل فرحت كنقول واه زكريا لعب مع هاد الدراري. دابا راه واش فهمتي الدراري كنعرفهم فنانين مبدعين زوينين. انت بالنسبه لي واحد القيمه في المسرح اللي هي كبيره. وحتى ملي دوا سيموس دراتي على التجربه دوا عليك بوحدي كيقول تعلم بزاف ديال الحوايج ولكن زكريا كيفاش تتعامل معاهم كيفاش تتعامل مع المسرحيه كان بالنسبه لي شي حاجه كبيره اللي انت قلتي لهم انتم كتمتعوا بالمسرح. وهذا هو الاساس والمتعه. ربما الا بغينا نقولوا علاش غتجيو تشوف الكليكا لانه غادي تجي تستمتع. المسرح هو واحد اللحظه اللي ممتعه اللي خص الفنان اولا هو اللي يكون هو مستمتع. والاستمتاع خصو يبدا في لي ريبيتيسيون خصو يبدا فاش كنكونوا كنشتغلوا خص تكون واحد لا سينيرجي ما بين الفريق. انا بالنسبه لي نهار اتصل بيا المخرج ديال المسرحيه اللي هو اسماعيل فلاحي اللي تنحييه كثير على انه تاح لي الفرصه باش نقرب من هذا الجيل ونقرب من هذا الاسبري اللي ربما سنوات وانا كنشتغل في واحد الاطار اكاديمي وكنشتغل في واحد الاطار اللي ربما عنده واحد القواعد معينه. فكان باش ندير واحد لا كونيكسيون مع اش واقع اليوم كانت مغامره بالنسبه لي. كان عندي لو تراك تنقول ناري فين غندخل اش غندخل ندير مع الدراري هادو وكذا. ولكن في المسرح اللي جميل هو انه كاين بعض المقومات اللي ضروريه الا كانت ثابته هذيك. شوف يتبدلوا الاجيال ما يتبدلوش. كتبدا من النص. قريت واحد النص عجبني ككوميديا استمتعت به وانا تنقراه بمعنى مني بديتو ما حطيتو تكملتو. لو بيرسوناج اللي غنلعب حتى هو عجبني في علاقته
مع هذوك الشباب اللي غادي يديروا له يعني مشاكل ومقاليب، وهو غادي يحاول باش يكون شويه متسلط في الاول وغادي يزيرهم. هذه العلاقه هذه ما بين نقدر نقول واحد السلطه وهذا الشباب ديال اليوم اللي هو ما تيبغيش السلطه وما تيبغيش القواعد وما تيبغي دائما متمرد متمرد. هذه العلاقه هذه يمكن لنا نديروا لها الاسقاط في اي حاجه كنعيشوها اليوم في يعني في حياتنا اليوميه وفي المجتمع ديالنا في المغرب. اذا الكليكه هي هذه الكليكه، واحد اللحظه جميله بزاف، ممتعه كوميديه، فيها الابتسامه، فيها الضحكه، فيها الفرحه. كنحاولوا ما امكن باش نشاركوها مع الجمهور، وتيردها لنا بكل حب وبكل احترام وبكل تقدير. وتنظن يعني شنو غنطلبوا اكثر من هادشي؟ ردود الافعال كانت ايجابيه جدا، وفعلا بحال اللي قلتي انت الشباب ما كيبغيش الان السلطه، وربما التمرد اللي كان موضه واحد الوقت الان اصبح متاح للجميع، هو حريه خاص الانسان يعرف يتعامل بها. غادي نهضروا على هادشي كامل ونبداو بالفقره الاولى. نبداو من الاول زكريا، بتجربه جديده في الكليكه في سويسرا، لابد دابا نرجعوا للباك جراوند ديال الشخصيه، ديال شكون هو زكريا الحلو. طبعا زكريا استاذ ديال المسرح، كاتب، ممثل، كانوا عندك تكوينات كبيره في المغرب، في ليزاداك، في كندا، في مصر، إيه تقريبا قريتي في بزاف ديال البلايص واشتغلتي ولا زال. لا مسيره تبارك الله لا تنتهي من التحصيل. ومؤخرا درتي اداره الممثلين في دوله عربيه لمسلسلات في المملكه العربيه السعوديه، وخدمتي انت مع كثير من الممثلين الاجانب. قلتي لنا لا ماتير كاينه في المغرب، شنو هي باقي ناقص؟ ما ناقصش بزاف ديال الحوايج. انا تيبان لي اللي ناقص هو الموديل ايكونوميك باش حنا خدامين، بمعنى عندنا لي غوسورس هيومان، عندنا الموارد البشريه، عندنا الممثلين، عندنا المواهب، عندنا الكتاب، عندنا كل شيء. ما عندناش واحد الموديل ايكونوميك، واحد النموذج اقتصادي اللي خلق لنا سوق، وسوق حره فيها المتفرج كيمكن يختار هذا العرض ولا يختار هذا العرض ولا يختار هذا العرض ولا يختار هذا العرض. حنا اليوم مثلا المغرب تيدعم المسرح، الوزاره ديال الثقافه كتدعم المسرح وربما بمبالغ لا باس بها، يعني ما كايناش حتى في دول واحده اخرى. حنا اليوم واصلين 23 مليون ديال الدرهم، 2 مليار و300 اللي كنفرقوا على فروق باش كدير ست هاد العروض ولا كذا. ولا كاينه بعض الفروق اللي التجربه ديالها كتمثل المغرب في مهرجانات وكذا، ولكن خصنا نوصلوا انه انت كمتفرج، انا كمتفرج، ملي كتبغي تخرج نهار السبت تلقى واحد المسرح عندك في الدار البيضاء داير واحد لافيش كبيره ودير فيها اون بياس دو تياتر كتلعب شاك جوغ، بحال في باريس، بحال في نيويورك، بحال في القاهره، بحال في كذا. وهذاك المسرح يكون هو بعدا براسو عنده واحد الجاذبيه ديال الفضاء. دابا حنا تنشوفوا ملي تتحل شي سينما ما كتمشيش تتفرج غير في الفيلم، تدي وليداتك، تدخل للمول، كتمشي تشرب قهوه، كتسمع، بينما المسرح لا، المسرح كتمشي شي بلاصه كتلقاها ديجا هي البلاصه ما كتشجعش. فانا كنظن بانه خاصنا نفكروا في ان نوفو موديل ايكونوميك اللي من خلاله يوليو كاينين مسارح احترافيه فيها ناس خدامين، جوج الفروق ولا ثلاثه قارين فيها، وتيديروا لنا واحد الاعمال اللي كدوم باش حتى الناس تقدر تبروغرامي هذا الشيء. لان دابا تصور الكليكه لعبنا واحد النهار في كازا، ياك حنا كان عندنا الشرف وفرحنا اللي شفنا صامد حاضر معانا، ولكن هو تصور دابا صامد داك النهار كون ما عندوش كيفاش يجي. بحال ابتسام راه كانت جايه وراه يعني اخر دقيقه ما قدرتش، وهي كتسولني على لي دات الاخرين. تصور لو كون كان واحد لو تياتر تيدير هذيك لا بياس واحد ثلاثه السيمانات متابعه، فغادي يكون غادي دير اصحابك وتشوف تضحكوا وتقول لهم راه ثلاثه لا بياس اللي غتنجح. بالنسبه للكوميديين ولا الممثلين اللي كيلعبوا والفرقه كلها يعني كتولي كتخدم في الاخر ديال داك الاسبوع ولا ديال جوج وثلاثه السيمانات، راه تتولي بياس وحده اخرى، تتولي كتلعب لا بياس كتروضا مزيان. ثانيا تتفيديليزي الناس لانه كيشوفوا ديك لافيش كاينه يوميا في واحد البلاصه وكذا، فكتخلق مع الناس واحد العلاقه زوينه. انا شخصيا كنحلم بهذه القضيه هذه، تنقولها وتنعاودها وتناكد عليها، انه الا بغينا حركه مسرحيه احترافيه في المغرب خاصنا ان موديل ايكونوميك اللي غادي يخلق لنا هذه الحركه. مراد،
هذا الموديل ايكونوميك واش غادي تجاوبني على واش حتى انت يعني كتعاني منه كممثل مسرحي، وهذا الشيء اللي خلاك مثلا توسع نطاق الاشتغال ديالك على ستاند اب، على مثلا المشاركات التلفزيونيه. نذكر فقط بانه انت ولد المسرح، بديتي من المسرح المدرسي يعني المسرح الجامعي، انت خريج معهد الموسيقى والمسرح بالدار البيضاء، وايضا عندك اجازه مهنيه في المسرح والمهن المسرحيه في بنمسيك، في كليه بنمسيك في الدار البيضاء في 2009. يعني ما شاء الله كاين يعني واحد المسار دراسي زوين بزاف، كاين يعني الشغف، لانه ملي كنبداو حنا صغار لا باسيون كتكون، ومن طبيعه الحال مشاركات كثيره مسرحيه، ولكن من بعد كنشوفوا بانه مراد توجه للستاند اب من خلال مشاركه في برنامج الاكتشاف المواهب، كاين عاوتاني مشاركات تلفزيونيه. واش هذا الموديل ايكونوميك هو اللي اثر على اختياراتك في واحد النقطه؟ هو في الحقيقه الاستاذ زكريا راه عنده الحق، عنده الحق في هذه النقطة ديال هذه المسألة الاقتصادية، ولكن كاينه واحد النقطة أستاذ، دابا حتى ما كاينش عندنا حتى ذاك البوبليك اللي غيمشي يتفرج. دابا بعض المرات يكون عندنا حنايا عند مسرحية مثلا لاعبين واحد المسرحية، وتنعطيو الناس دعوة، حنا كنعطيوها لهم هي دعوة، وفي الآخر ما تيجيش. زعما واخا تكون بأنه يعني حتى المسألة ديال ما عرفتش واش ما كايناش هاد الثقافة عند، واخا تكون مسرحية يعني فيها ممثلين محترفين، الناس اللي معروفين اللي زعما كيغريوك باش تجي تشوف هذاك العمل، وما تيجيش بنادم يتفرج. وبلي تتلاقى مع الناس كاع الغد ليه بلي كتلاقى معاك البعد وكذا وما مساليش، وبعض المرات شي وحدين تيقول لك علاش ما قلتيهاش لنا صاحبي، قولي لنا جو نتفرجوا. المتفرجين يعني كتشوف الثقافة ديال المسرح ما عندناش. انا ما تنتفقش معاك اخر ذلك، اسمح لي والله اخويا اسمح لي، حيت المتفرج كاين، حنا اللي خاصنا نمشيو عنده، حنا اللي خاصنا نخلقوا له واحد الشكل باش نرجع له، باش نقدر نفيديليزيه، لان انت ملي تعطيها انفيتاسيون، اولا هذه القضيه ديال الانفيتاسيون واحد الشكل ديال حتى هي بدا الموديل ايكونوميك ما معقوله، اثرات الناس كتخلص التيكي ديالها بحال كي كتخلص التيكي باش كتمشي للسينما ولا ماتش ديال الكره ولا ماتش ديال الكره ولا الناس. ولكن هذاك السيد مره اخرى هو ماشي مضطر باش ذاك النهار يجي يشوفك، هو هذيك لا بياس وي هذه القضيه تعطيه واحد الفسحه ديال جو دو سومين تروا سومين الا ما شافش لاعبين هذا الاسبوع ولا لاعبين هذا الشهر ثانيا غيهضروا له عليها ناس اخرين. الا كانت مسرحيه بحال الفيلم اما تبقى سيمانه وتموت، اما عندها البيبليك ديالها وداك الشيء والهضره كدور والبوشه، وغير واحد المسرحيه واعره والله العظيم. كنشوفوا في الدول العربيه مسرحيات كتقدر تبقى حتى لسنوات، من سنين انا عشت في القاهره 3 سنين واشتغلت في القاهره في 2 المسارح. المسرحيه كتبقى من عام ملي كنهضروا على النجوم وكنهضروا على لي تافيش وداك الشيء وكذا، 8 سنين 9 سنين. كاين واحد المسرحيه في باريس راه بقات شي 32 عام، تبدلوا الممثلين والمسرحيه مازاله صح، وحتى في لندن عاود يعني كيجيو لها الناس من دول اخرين. الجانب الثاني ديال السؤال اللي قالت لك على انه توجهتي لحويجات واحد اخرين، هذوك الحويجات الواحد اخرين اللي توجهتي لهم شنو لقيتي فيهم؟ واش عجبك الحال؟ واش حسيتي بانه ديك التكوين المسرحي ديالك نفعك؟ لا بيان سور، هو التكوين المسرحي غينفعك. حنا انا من الناس مثلا في هذه الفرقه ديال في الكليكه في سويسرا، حاولوا الناس يعني القيمين على هذه الفرقه هذه باش يجمعوا ناس، باش يجيبوا ناس كيديروا ستاند اب وناس كيديروا مسرح. انا كندير ستاند اب ومسرح، زعما راه شاركت في اعمال مسرحيه احترافيه وكندير حتى ستاند اب، ومشينا الحمد لله راه وصلت للفينال ديال هذيك التجربه ديال 2017، وكانت هي التجربه الاولى، ومشينا حنا لبرنامج ستاند اب غادي اللي ما عارفينش شنو واقع، المهم عارفين راه برنامج مسابقه كوميديا وما عارفينش شنو واقع. بحال بونو انت مقصر لقيتي راسك فين هذا؟ فوالا والله هادشي اللي تتهضر عليه راه هادشي اللي كاين، غادي خاصة أنا أصلا خدام، زعما خدام واحد الخدمة واحدة أخرى، وغادي والباترون قلت لي راه واحد السيمانة وغنرجع، معول زعما راه غنمشي وغادي صدي رد. زكريا تكلمتي على الموديل ايكونوميك، هاد النموذج الاقتصادي بحال دابا حنا ملي كنفكروا انا وابتسام في الكليكا في سويسرا وهضرنا ديك النهار، قلنا بانه ملي كيكونوا عندك لي تيت دافيش كثار، يعني ملي كيكونوا بزاف ديال النجوم عندك، راه باش تخلصهم وباش تعطيهم زعما واحد لي كونديسيون مزيانين، واحد الظروف مزيانين باش يتنقلوا، باش يسكنوا، باش يديروا هذوك لي دات ديالهم، خاص يكون نموذج اقتصادي صحيح ما بين قوسين. قبل انت كدوي كتقول بانه لي دات مثلا جايين ما معروفينش، مازال ما كايناش اون فيزيون، واش وجده معروفه؟ تخي بيان، وجده في 9 فيفريي 9 فبراير ان شاء الله. ان شاء الله وجده وموايعه ويوجدوا يبرمجوها من دابا. صح، ولكن قلتي لنا اون اوف بانه نموذج اقتصادي مزيان ديال الكليكا في سويسرا، كيف ذلك؟ انا نقول كيف ذلك مزيان، اولا لانه كاين واحد المنتج،
وهذا المنتج هذا كيغامر بامكانياته، بمعنى ما كيستناش انه يحصل على الدعم ديال اي جهه من الجهات. وهذا هذا النوع ديال المنتجين راه قلال بزاف اللي غادي يغامر اللي غادي يغامر بامكانياته في المجال الثقافي عموما يعني، ولكن في المجال المسرحي اكثر. مازال راه السينما ولينا كنشوفوا دابا منتجين كيدخلوا كيغامر كيغامر. اذا مادام كاين منتج وغادي يغامر بامكانياته، هذه ولات اونتربريز. اذا التفكير ديالو غادي يولي مبني على منطق مقاولاتي. وإلا فكر في منطق مقاولاتي غادي باش ينجح خصو ضروري يكون واحد العمل منظم، واحد الطريقه ديال الكومونيكاسيون، واحد يبيع هذاك لو برودوي. وكاينين الناس اللي كيشتغلوا على هذا الشيء، ماشي كتلقى المخرج هو اللي كيوزع لي زانفيتاسيون، هو اللي كيدير لافيش والممثلين، لا كاين واحد الجانب احترافي اللي مزيان. اذا كاينه النواه الاساسيه اللي هي كاين واحد المنتج وكاين واحد الانتاج واداره الانتاج وكذا، وناس خدامه على الماركتينغ ديال لا بياس وديال لو بروجي كله. هذا تيعني بانه هذه واحد المغامره اللي ما يمكن لها الا تعطي نتائج ايجابيه وتخلق نموذج للناس اخرين اللي يقدروا الناس يتبعوهم يتبعوه. اللي كنتسناو اليوم، حيت درنا واحد الحاجه حتى هي مهمه، درنا واحد 4 العروض في تياتر دونفا روداج سميناها روداج. وهذه يعني سي اون بريمير، انا ما عمرني ما درت يعني اشتغلنا بزاف، ما عمرنا ما كنا كنديروا عروض وكنكتبوا عليها روداج، لدرجه انه التذاكر ديالها كانت رخيصه بزاف. علاش؟ لانه هادشي اللي كيدار يعني في بلدان كثيره جاو الناس، ودوك الناس ساهموا معنا، عطاونا ملاحظات على لو ريتم، شنو اللي كان عجبهم شنو اللي ما عجبهمش. كانت مسرحيه فيها ساعتين ونص، كنظن نقصات منها نص ساعه ولا مسرحيه لو كون جينا نطلقوا هاد الشباب هادو راه يديروا فيها 4 السوايع. هادو راه ما تيساليوش. عاد انت شي فراني في الوسط، مراد انت شي فراني في الوسط. لان تبارك الله هاد عاوتاني هاد الشباب ديال ستاند اب عندهم واحد القدره على سرعه البديهه، واحد على النكته، وعلى راه ما يساليوش. راه تتولي داير مسرحيه في 6 سوايع، ولكن مسرحيه هي مسرحيه، راه ما خصهاش تفوت واحد الاطار، وما خصهاش تخرج من واحد داك الشيء. علاش درنا روداج؟ وهاد لو موديل هذا ما يمكن له الا يؤدي بان واحد الوقت غنبداو نفكروا في الاشياء الاخرى. هذه بدايه مزيانه مزيان. انا داك الشيء علاش ساهمت فيها، وداك الشيء علاش كنساهم فيها وباغيها تنجح. وصراحه مغامره كبيره بزاف، وانا نقول لك زعما بكل صراحه كنهنئ المنتج وزهير علوان، لانه انا ملي يعطوني هذوك السميات كاملين يقول لي هات جمعهم، نقول له اخويا ما نقدرش، خصوصا انكم كلكم مشغولين وكل شيء عنده حوايج خاصو يديرهم، ولانه تخاف حتى من لي زيغو، ولكن الحمد لله ما كاينش هذا الاشكال. كان بينا وسالينا مع الفقره الاولى، لا كان كل شيء مضبوط ابتسام. سالينا مع الفقره الاولى ونمشيو مباشره للفقره الثانيه اللي هي اش قالوا عليك. اش قالوا عليك مراد قردالي؟ انت كيف ما قلت كوتو سويس، كانت عندك كل شيء، المسرح، ستاند اب، التلفازه، يعني تجارب مختلفه، وحاضر ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي. الكليكه العرض الاول ديالها اللي كان في الدار البيضاء، الحمد لله لقى واحد الصدى طيب، والناس كتسنى ذاك العرض الثاني بكل شوق، خصوصا في كازا والنواحي. دابا عرفنا التاريخ ديال وجده، كنتسناو لي زوتر دات نزلوا بشويه بشويه. انت مراد، واش كتشوف بانه من خلال تواصلك مع الناس على عبر مواقع التواصل، واش كتشوف بانه يعني هذه المساله اللي كتلمس انت في الواقع ديال المسرح، ما كيجوش الناس بزاف وهذا، واش فاش كدير عروض لي رياكسيون ديال الناس على مثلا الاعمال التلفزيونيه كتكون اكثر، على مرورك مثلا في برنامج بحال ستاند اب كتكون اكثر، واش كتحس بهذا الفرق؟ واش الفرق كبير بزاف؟ دابا مؤخرا راه ولا فيما كيتلعب شي سبيكتاكل واخا مسرحي، دابا راه ولا وليتي كدير واحد التيزر وتتلوحوا في الانترنت، يعني راه هو ولا وسيله فوالا، وتيسق ليه بنادم الخبار، كلشي كيبقى يقول لك بغينا نجو نشوفو فين غتلعبوا. جو ما كتوصل، جو عندنا لمدينه فلان فلانيه، جو عندنا مدينه، ديما كاين هذه المساله. غير هو ديما كتبقى مع دابا راك عارف السوشيال ميديا فيها كما تنقولوا حنايا الصالح والطالح، كاينه واحد الفئه اللي تتشوف داك الشيء راه مليوح، كي هو عنده في راسه كل شيء السوشيال ميديا راه خايب، فهمتي؟ كاينه واحد الفئه اللي انتوما كذا منا، فهمتي؟ هذيك بنادم ما يديرش عليها صافي. ولكن الحمد لله الا جيتي تدي على داك الشيء، الا جيتي تدي على داك الشيء راه
هذا مكان زكريا. انا ملي كنفكر في المسرح كنهزلها من واحد الحاجه، طبعا ما غندويش معك على ردود الافعال، الناس قالوا بانه العرض ناجح وجيد جدا، ولكن بحال اللي تكلمتي على عروض اللي في فرنسا مثلا بقاو 32 عام وتبدلوا فيهم لي زاكتور، ولا مصر وكيكون عرض مسرحي كل نهار، واش لابد خص يكونوا دي سوبليون، واحد الممثلين اللي كيكونوا ربما حتى هما عارفين الدور ويقدروا يجيو يعوضوا الممثل، ولا يقدر ما يكونش شي ممثل وتخدموا تما مسرحيه كامله بطريقه اخرى؟ لا انا ما كنظنش انه الا ما كانش ممثل غتخدم المسرحيه بطريقه اخرى. هذه الا كانت المسرحيه يعني ما مبنياش على واحد لا دراماتورجي بيان فيسلي وواحد لا ستركتور مقاده. اللي كاين هو انه فرقه مسرحيه تيكونوا فيها دائما كاين مساعد مخرج، كاين مدير فني، كاين مخرج ممثل، حيت مثلا حنا اسماعيل الفلاحي كان هو راه ممثل وتيدير الاخراج، فدائما كيكون شي حد اللي يدو على القرص، هاي طرا شي واحد شي حاجه يدخل، كتكون هذه الامكانيه هذه في اون تروب، تيكون دائما كاينين واحد ثلاثه د الناس ولا اربعه بحال شي فرقه اللي فيها اللي كيدخل التيران وكاين ولكن حنا وقعت لينا مثلا انه ممثله مشات هاجرات، الله يسهل عليها ونتمنوا لها كل التوفيق معها بخاري، وجات ممثله واحده اخرى باش تعوضها، وبالتالي كان عندنا ديجا لو طرافاي يعني الخدمه مسجله، خدمات على التسجيلات، خدمات على ودرنا دي فيلاج وقلت لي في مده قصيره الحمد لله قدرات. لا برافو عليها. غادي نمروا من هذه الفقره للفقره المواليه واللي هي الكويز. وصلنا للمرحله ديال الكويز وغنبدا مع السي زكريا الحلو، نديروا اول مره المرات الاولى في الحياه الفنيه ديالك. زكريا اول مره حسيتي بانك احققتي الحلم ديالك فوق الخشبه في المسرح ولعبتي دور اللي عجبك فيه الحال، حسيتي بالفخر؟ كانت عندي 5 سنين في الروض، المسرحيه ديال بلال يا بلال. نعم يا مولاي والله العظيم الى اول ساتيسفاكسيون سور سان، زعما سانسيرمون ماشي اسانكون. اول مره حسيتي براسك بانه بما انك تكلمتي بزاف على الموديل الايكونوميك ولا المونتاج الاقتصادي بانه غتعيش بالفن؟ يمكن اول مره حسيت بانه غادي يكون فيه شويه ديال الصرف وبخير وغدور الحركه هي فاش كانت عندي 14 عام وعيطوا لي في واحد الملحمه سميتها واحد الفرح، كنا اشتغلناها في الرشيديه في العين الزرقاء، وكان فيها طيب العلاج وكان فيها عبد الحق الزروالي وكانوا فيها يعني الكبار الاسماء الضخمه، وانا ذاك الساعه عندي 14 عام وجلسوني في واحد لوطيل 4 إطوال في الرشيديه، وقلت الله الحياه السعيده الحياه الرفاهيه حياه البدخ الحياه البدخ في هذا الميتي بصحتك. وتخلصت اون بلوس. اول مره مشيتي خارج المغرب باش دير تكوين مثلا ولا باش تخدم في شي خدمه وحسيتي بانه الفنان المغربي مقدر على اساس انه المغاربه راه كاينين في هذاك الدومين؟ في بزاف د البلايص في الحقيقه، ولكن اول خرجه كانت عندي طويله، حيت في المسار ديالي في ليزاداك ديجا فاش كنت كنقرا كنت تقريبا كل سنه كندير ان ستاج في فرنسا، درت في ليطالي في الاسباني يعني درت شويه، ولكن الخرجه الطويله كانت في القاهره، وصراحة يعني عشت أحلى سنوات في هذيك المرحلة، كانت في هذاك الوسط الفني اللي تبناني دغيا مخرجين كبار تعاملت معهم، جلال الشرقاوي، كرم مطاوع، سعد أرضش، يعني واحد الأسماء اللي كنت كنشوفها غير في التلفزيون هنا في المغرب، فكانت بالنسبة لي وكانوا كيحترموا بزاف الفنان المغربي واحترموني بزاف في لو باركور ديالي اللي كان تما. شكرا لك بزاف. شكرا لكم زكريا الحلو. ميرسي بور كي توي. شكرا لي من انت. تفضلي لنا الابتسام. يلا هاد المرة الكويز معاك مراد، وحتى انا غنقترح عليك كويز اول مرة وغادي نسولك على اول مرة حسيتي باللي هادشي اللي كدير اليوم هو اللي غادي يتبع مدى الحياة ان شاء الله. علاش لا ياك ان شاء الله. في الحقيقة باش غنوصل للنهائي ديال برنامج ستاندارد. أول مرة حسيتي بالإحباط ولا باللي راه الطريق مازال طويلة؟ شحال من مرة شحال من مرة شحال من مرة عطيني غير مرة عطيني غير مرة شحال من مرة لأن كيفاش أنا نعطيك مثلا آخر مرة ماشي أول مرة. هذه هي في الحقيقة وطريفة طريفة. بقيت كنقول زينب أول مرة غتدرب معنا معيطين علينا راه نهار الحد عندنا التدريب خصها غتكون معنا، وديك الساعه بروغرامي العرض ديال ميغارام خصنا كلنا نحضروا باش ندربوا معاها، راه اول مره غتجي.
انا يا لعب مع واحد مع فرقه اخرى، فرقه ديال البومبا كوميك فوالا، لعب معهم في اسفي، لاعبين السبت بالليل والعش والغد ليه في كازا مع العشاء خصنا نتلاقاو باش الحضور ضروري لان السيده اول مره غتجي عندنا. المهم سالينا العرض، يلا غتمشي ولا انا خصني نمشي، خصني نمشي راه غدا عندنا تدريب مع العشرة وكذا. المهم بقينا سهرانين، تعشينا بقينا سهرانين شويه، فقت مع 6 الصباح مشيت للمحطه باش نمشي باش نجي للتدريب مع العشرة. مشيت انا يا السلام عليكم الدار البيضاء، طلعت نعست مع الليل كامل، ما نعست نعست في الكار. غتجيني الفيقه مع 9:30 غنطل غتبان لي الدنيا، ماشي غاكون قنيطره راه ماشي مشكل راه غتجي. قلت للسيد فين غادي هذا الكار؟ قال لي اكادير. الله اكبر. مشيت عند كريسون قلت ليه فين؟ قال لي 10 دقائق غنوصلوا شيشاوا. الله، وحنا دايرين مع العشرة. هبطني في شيشاوا غنعيط لزهير علوان باش نقول ليه، بعدا بديت كنقول خاصني نفكر في شي كذبه اللي باش نقولها لزهير، حيت هذا الشيء ما غيتيقوش، هذه باينه كذبه هذه. انت واخا كون بغيتي تختار عام ما غتختارهاش. لا هذه غنقول ليه راني كذا وداني الكار ما غيتيقش، باينه كذبه، فهمتي باينه كذبه، بديت كنفكر في شي كذبه اللي غيتيق. ما عادش لحقتي عليهم فينالمون. ما لحقت الخمسه عاده باش دخلت كازا وصافي، ولكن هذاك النهار قلت انا شنو بغيت بهذا الدومين، واش جابني انا لهذا الشيء انا كاع. دابا شيشاوه بان لي ريحتي تما ضربتي مع راساتك الشوحه ونسيتي موقف مشاكل سارة. مراد شكرا لك بزاف، كنتمناو لك المزيد من التألق والعطاء ان شاء الله. سي زكريا كذلك. غادي نمشي وباش نختموا الحلقه ديالنا، وغادي نختموا الحلقه بالجديد ديالكم اللي بغيو نتعرفوا عليه من طبيعه الحال من غير الموعد دابا اللي الناس ديال وجده كيتسناوه اللي هو 9 فبراير مع الكليكه في سويسرا. مراد سي زكريا، شنو عندكم من جديد في القادم من الاسابيع ولا الاشهر؟ نبداو بالاستاذ هذا باش يلا. انا كنشتغل على واحد الفيلم سينمائي اللي ساليت من الكتابه ديالو، والان كنخدموا في التحضير ديالو مع المنتج، وكذلك عندي واحد التليفيلم اللي ان شاء الله قريب حتى هو غادي نبداو الخدمه عليه. هادو هما جوج المشاريع اللي قريبا ان شاء الله غادي زائد الجوله ديال الكليكه في سويسرا ان شاء الله. اكسينو، الله يكمل بالخير. امين امين، الله يعطيك الصحه. كاين عروض البومبا كوميك، عروض مع البومبا كوميك والعروض مع الكليكه في سويسرا، وكان بريباري دابا لا سخر الله الومان شاو ان شاء الله، راه غادي ان شاء الله تحضروا معنا في لافون برومي بجوج. مرحبا بكم استاذ راه. وكاينه شي حاجه ان شاء الله، واحد السيت كوم في رمضان ان شاء الله، دايو معنا بالتيسير ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق مراد، وشكرا لك بزاف. الله يعطيكم الصحة. شكرا لك ايضا سي زكريا على حضورك. شكرا لك ابتسام، شكرا للضيفين اللي حضروا معنا. سي زكريا الحلو، شكرا بزاف بزاف. شكرا لكم، نهار كبير هذا، سعيد بهذا. الله يحفظك ومرحبا بك في اي وقت واي نشاط، راه الكاميرا ديال بوب بوب كاينه بالنسبه لك. وخا انا كنت كنتسنى تسولني اول مره درت الاخراج في المغرب من بعد ما رجعت من الخارج، حيت هو اللي كان بطل ديال المسرحيه وكان تيغني فيها. ما بغاش ذاك القوس يتفتح واقيلا، تيدير لا دونس. كنظن انه ما بغاش. مشاغب كبير. شكرا لك بزاف سي زكريا، شكرا لك سي مراد قبلي، كنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. شكرا للمشاهدين على متابعه البرنامج، كنتمنى انكم تكونوا خذيتوا وقيته زوينه معنا. ما تنساوش موعدكم يوم السبت المقبل مع حلقه جديده من بوبوب شو، وابتداء اليوم الاثنين حلقه جديده من برنامج بوبوب نيوز. السلام عليكم.